فهمتي علي يا ام خالي؟ لعيتي قلبي، هلا ام احمد بتفوت من الباب، خليكي معي، بتفوت من الباب وحامل الشنطة، انت بتردي عليها، ها؟ شو قلنا؟ لك انا فهمان، اسمع شوي، انا انتاجي هذا، حرة شو ما بدي بساوي؟ تفضلي. شوفي ام خالد، هلا انا حامل الشنطة قالوا جاي من عند الباب، يعني فايتة على المكتب، بس تشوفيني بترقدي وبتاخدي من ايدي الشنطة، يعني مو رقد رقد، لا، بتحطي لي اياها على المكتب وبتفتحيها، وبتصيري تطالعي الاوراق على اساس انا عم امضي، فهمتي؟ وشو ما بقلك بتقلي لي حاضر، شو؟ بتقلي لي حاضر، انت شو بتقلي لي الي؟ حاضر. تقلي لي حاضر. ايوه برافو عليكي، انت هلا ابدا شغلك، راح اروح انا على باب صقاق، ما ببدا لحتى تعد لي وتقول لي اكشن، هذا مفتاح خلي إيه. اوكي إيه. يلا خلصونا خلصونا. جاهزين؟ جاهزين. 4 3 2 اكشن. تذكرت. ستوب ستوب، جبتي شقفتين الزريعة اللي قلت لك بدنا نحطهم هون؟ لك صدقيني ما في زوم الزريعة، هيك ادوار. هلا لا تبدي بمواويلك، اعملي مثل ما عم اقول لك. يا مدام خلصيني، قلتي لي ما منطول وهي صرنا ساعة ونص بدنا نخلص. صفي يا ام خالد يلا. عيني انت ابو يزن، لك شبك مستعجل؟ ليش مستعجل؟ ما كنت فاهم، انت مخرج وراكز بعرفك، بدنا نعمل شي راكز، المنظر مو حلو بلا زريعة، بدهم يشوفوا الفيلم ناس أجانب من شركة مهمة برا، طالبته تشوفه عن مكتبي. بقى ليش شايفني مهتمة كل هالقد؟ بدي كل شي على أصوله، خفيني إياها خلصيني. أنت الثاني أوان، شوف هاتي زريعة لهون. هذا بيحط زريعة على طاولة، رح تطعيني ام خالد، شو قصتك؟ حطي لي اياها هون على الترابيزة. لك حوبي قد ايش صار لك تشتغلي عندي؟ لهلا ما عم تفهمي علي. ايه ايه انا حوبي. منيح هيك؟ يا مدام يا مدام خلصيني، عندي مسلسل بدي لحقه لرمضان، خلصيني. جاهزين؟ عندك مسلسل؟ هلا ما بتتذكروا رمضان الا قبل بيومين، جاهزين، اوكي. يلا استعداد، اطلعي سكري الباب. 4 3 2 اكشن.